إلى روحي معاذ الكسيس شقيق عمي. قيل نبتت شقيقة النعمان على قبر النعمان بن مرد أشهر ملوك البحيرة عندما دسته الفيلة إذ رفض الخضوع لملك الفرس بتسليم نساء العرب، فكانت معركة ذي القاب. وكم الأمر شبيه بما يحدث الآن. شقيق النعمان يقشعر البصر قبة نار، يا كريم الله إني آمست نارا، يا موسى موحش هذا النشيش يشب يستعر تحت سماواتك يا رب، تحت سماواتك يا طفل يرفل في الأحمر الأجوان، يقف وحده لا يدور في القفص، لا يشبك يديه، لا يمشط أحلامه، وحده الطفل يحدق في البياض في النور. سنواته الثلاثون قاب طلعة الأبد، وحده الطيار بهجة النهار. الجبناء فوق الأسطح بين ظهرانينا خلف شقوق الهدم والفوهات، يا كريم الله ارتعاشات روحي هذه أم شذوات؟ تومض تطقطق وكالصبية نمد الأيدي، حمرة النار في الأفواه، ابصق جمرتنا يا موسى. يحب الحشاشون ألسنتنا ملهبة وجاه. وحده الطفل الطياق يتلو ما تيسر من سورة الفاتحة.